نجف كل سنه له جديد، مفيش حاجه استمراريه، في حاجه بتبقى دايمه زي نجف الليد او كلام من ده اهو، بس في دلايات بقى بتنزل جديد، وفي نجف 60 في 60، وفي كريستالات كل سنه بينزل موديل مختلف. الموديل اللي بيثبت الموديل الزبون الطلب عليه، هو ده اللي بيتثبت عليه. بيبقى في اشكال منه بتتعمل زي ما انت طالب، زي ما انت عايز، في اشكال ليد بيتصمم حسب ما بيجي من على النت وبيتصمم هنا في مصر، لكن في شغل تاني بيتعمل هنا في مصر على قد الشغل. 2019 بيبقى فيه النجف اللي هو الليد اللي هو الديكور، في موديلات حسب الشغل، بس اللي سايد على الموديل ده بيتنفذ اللي هو بيحصل بره على النت، في ناس بتشوف اشكال بتنزلها كده يعني. كل سنه بيبقى فيه موديل مختلف، في حاجات ثابته اللي هي النجف الليد اللي هو الستيف ستين ده الثابت، وبتغير بقى اشكاله كل سنه، وفي دلايات، وفي السيد كتير عن النجف الدلايات، شغل الدلايات اللي هو بيبقى مودرن. بالنسبه للاسعار بتبدا من حوالي من 300 جنيه لحد 1500 جنيه، كل حاجه حسب موديلها وحسب شكلها. في شغل بيبقى مصري وفي شغل بيبقى صيني مستورد. الشغل المصري سيد اقل شويه من الشغل الصيني، لان الفينش بتاعه ما بيبقاش بالجوده بتاعه الصيني، بس دلوقتي في شغل نزل ما شاء الله يعني جودته وسعره احسن من الشغل الصيني.